بالنسبه للمكونات اللي غنحتاجو ليهم، غنحتاجو كاس ديال البرتقال، كاس ديال الحليب، عندي هنا السكر كاس غير ممتلئ، السكر كيبقى حسب الذوق، الا بغيتو تزيدو كميه ولا بغيتو تنقصو على الكميه اللي درت انايا. وعندي نصف كاس ديال الماء. اول حاجه غناخدو كسرونه تنضعو فيها السكر ديالنا، ونضيفو عليها الماء، تنحركو بحال هكا الماء مع السكر باش يندمجو لينا مع بعضهم، ونضعو فوق النار. بعد ما تنضعو الخليط ديالنا فوق النار تنبقاو نحركو حتى يدوب لينا السكر اللي عندنا هنايا. بعد ما كيدوب لنا السكر تبدا الخليط ديالنا تي هكا تيتربخ بحال هذا الشكل هذا. بعد ذلك تنطفي النار تماما، دابا نطفي النار ونخلي الخليط ديالنا يبرد او السيرو ديالنا. من بعد ما تيبرد لينا الخليط ديالنا شويه نكبو هنا هذا المول هذا. نحرك شي شويه حتى نحس بيه بدا يبرد، نضيفو عليه الحليب ونحرك تنفرج من الحليب، نضيفو البرتقال، وهادشي كله حتى يبرد لينا السيلو ديالنا. وندير واحد الاضافه ياغورت نكهه ديال المانجا اولا الخوخ، كيضيف واحد النكهه زوينه بزاف للكلاص ديالنا. تنخلطوا الكل مع بعضه مزيان بهذا الشكل هذا، ندخلو الخليط ديالنا المجمد كيجمد ونطلقوه من بعد. دابا غنتاخرو المرحلة الثانية، غناخد هاد الكويسات هادو ديال البلاستيك على هاد الشكل هذا، اللي ما عندوش هاد الكويسات يمكن يعوضو بالعلب ديال الياغورت، تاهما كيصلحو يجيو زوينين. عندي هنا الشكلاط دوبتو، نضعو الداخل ديالها ندوز. كندير واحد الكوش تكون غليظه باش ملي نبغي نحيدو الكلاص ديالنا من هاد المول هذا يتحيد لينا وما يهرش لينا الشوكولاط ديالنا. غنحطو على جنب وندوز لكاس اخر حتى هو ندير ليه نفس الشيء حتى نسالي.
هو الخليط ديالنا دخلته المجمد كيفاش ولا ليا على هذا الشكل هذا بحال هكايا، تيبقى هو تيجمد وانا تنحرك فيه كل شويه نوضعو في المجمد ما تنخفيش عليه كل شويه تنحرك حتى كيولي ليا على هذا الشكل هذا. هانتوما معايا بحال هكايا، ها هما الكويسات ديالنا وضعت فيهم الشوكولات. كتبقاو ديروا بزاف لي كوش باش ملي تبغيو تحيدوا البولو ديالكم ما يلصقش ما يتهرش لكم الشوكولات. دابا غنبداو نوضعوا الخليط ديالنا هذا الشكل هذا. نخشي شوية تنجيب هاد العويدات هادو، تقدروا تستخدموا هاد العويدات العاديين يعني اللي متوفر عندكم في البيت وتنوضعو بحال هاد الشكل هذا، تنهبطو شوية بحال هاد الشكل. لحقاش الخليط ديالي جامد غيبقى واقف، وتقدروا تغطيو الخليط ديالكم بالألمنيوم تشكل الالومنيوم من الفوق عاد تخشيو هاد العصيات هادو، ولكن انا عندي الخليط جامد يبقاو واقفين ليا ما يواجهوش ليا بحال هكا. ودابا ندخلو المجمد كيعاودو يجمدو مره اخرى بحال هكا تماما هاد الشكل. ها هو الكلاص ديالنا بعد ما تنخرجو من المجمد كيجمد لينا مزيان. عندي هنا الماء سخون نوضعو بحال هكا شي شويه بحال هكا نحاول معاه شويه بشويه حتى يجي لينا. هيك تصبروا معاه غير شي شويه ديروا معاه شويه الخاطر حتى كيتزول لكم. ها انتم معايا هكذا نفس الشيء نديروا مع الكلاص الاخرين اللي عندي. هذا غنوضعو هنايا اخرين نفس الشيء تندير ليهم بحال هكا. في اللي تمشي معهم غير بشوية غير بشوية بشوية بعد ذلك تخدم بحال هكا. تنحاولو نحيدو داك الضغط اللي لداخل بيدينا بهاد الشكل هذا.
هاي الفكرة ديال اليوم في الشكل ديالها النهائي. كنتمنى هاد الفكرة ديال الكلاص تنال الاعجاب ديالكم. لا يعجبكم هاد الفيديو عملوا لايك، بارطاجيو الفيديو مع العائلة والاصدقاء، ولا اللقاء مع وصفة جديدة.